أصبح اللاعب المصري محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي في تاريخ ريدرز، وتمكن صلاح من تحقيق ذلك خلال 104 مباراة فقط منذ انضمامه للفريق في صيف عام 2017، وأحرز تحديدا 73 هدفا و27 تمريرة حاسمة لليفربول في أقل من 3 مواسم مع الفريق.